بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث الصباح. تحية صباحية لكل مشاهدينا الكرام. يرافقني اليوم في تقديم الحلقة الزميل المتميز حمزة عيلان. صباحك سعيد ونهاركم سعيد مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم كاملين، وإن شاء الله تمضوا معنا أوقات جميلة ومريحة ومفيدة أيضا، ونرحبوا بكل الجاليات الموريتانية المتواجدة في جميع أنحاء العالم، ونتمنى لكم نهار سعيد. لمنية، نتمنى تحية صباحية أيضا لكل الموريتانيين في العاصمة نواكشوط، وتحية أيضا للموريتانيين في الداخل، وتحية خاصة اليوم للأطفال. ولا يعرف المشاهدين سبب هاي التحية الخاصة اليوم اللي قدمنا للأطفال نهارات منذ ما كنا نقدمهم من خلال الحلقة ومن خلال الموضوع الرئيس في الحلقة. أكيد طبعا، تحية أيضا لطاقم التربوي الوطني، تحية أيضا للأمهات اللي في البيوت راكي يتابعونا، والناس كاملة اللي تابعنا اليوم. وفعلا بدأنا نعيش فصل الشتاء، والله شو اليوم الصباح فيه كي قلت جو الشتاء، صباح البرد اليوم والحمد الجريس. لله الجريس اللي يعودوا ليالي في طن، قالوا ليالي الجريس يدرعوا اللي دخلوا عادة يدخلوا في الشهر اللي هو فاخره، والله ما فاتوا دخلوا بعدي غير بعد بدا الحمد لله البرد البارح وحتى الايام السابقه، غير اليوم برد شوي من نهارات طبعا نهارات الخريف. طبعا نتمنى قضاء اجواء جميله ان شاء الله، وتكون هذه الشتويه شتويه زينه ومباركه لجميع الناس، وخاليه طبعا من الامراض الشتويه دائما تترافق الشهر الاول والثاني من الشتاء، دائما تعود فيه امراض موسميه وسائلين اللي مولانا اللي فات لا خلق تروي يشفيها الله، وسائلين الوقايه اللي ما فات خلق تروي بحول الله. ودائما البرنامج عود فيه بعض المواضيع المهمه، ونتمنى عن فريق الاعداد يعدل مواضيع يتكلم عن الامراض الموسميه من اجل تعامل الشخص المصاب مع هذه الحمى اللي تخلق. وجود ايضا ثقافه للعدد، وجود ثقافه توعويه، وجود هم اللي يقولوا درهم وقايه خير من قنطار العلاج. طبعا الوقايه دائما خير من العلاج. المنيه يلا بينا نشر عناوين الحلقه، حلقه اليوم فيها مواضيع مهمه فعلا. نستعرض عناوينها اللي لا تظهر حالا على الشاشه. نعم، العنوان الاول لا يعود معنا على أمهات يحكينا تجربتهن مع أطفال التوحد، بالإضافة إلى موضوع آخر وهو شاب اختار الخط كوسيلة وحرفة طبعا لكسب المال ولكسر البطالة. مشاهدينا الكرام، طبعا مثل ما شاهدتم الموضوع الأول هو عن اضطراب التوحد اللي هو طبعا حالة، هذه الحالة من الحالات اللي يعانوا منها الأطفال في بداية حياتهم، وأيضا تعاني منها الأسرة بشكل طويل 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 طويل، خصوصا أنه اضطراب غير شائع وغير معروف خصوصا عندنا نحن الموريتانيين، وتعاملوا معها بعض من المعاملة قد تكون غير صحيحة. واليوم حلقة اليوم تتكلم عن اضطراب التوحد وكيفية التعامل معه وكيفية تشخيصه في البداية ومعرفة طب الأم. نعم. طبعا هو يخلق، قاعدة الضيفات اللي هي يشرحوا أكثر، غير هو يخلق في بداية دائما المرحلة العمرية المبكرة للسن اللي نور صاحب الرضع، يبدأ معهم هذا الاضطراب. ومن خلال الحلقة اللي هي يفسروا لهم الطريقة اللي أنا بعد أم كانت تعيش الحالة، وليه تشرح الأمهات كيف يتعرف على الطفل المتوحد. كان دائما في خجل من عند هو، كان خارج موجود المرض قديما عند الأسر، يقر دائما الطفل خلق له يعود يندار على زاوية من زواء طبعا الحمد لله ويسكت عنه ويعوده كانه وصمه عارف، وهو بينما شخص طبيعي يعاني. طبعا شجعوا الامهات اللي يتكلموا واللي يعني لعبوا دور التوعيه، حسوا بالمسؤوليه ودور التوعيه، خصوصا انه منتشر، وقد يكون انتشار هذا هو كان يقولوا عنه حسب بعض الدراسات عن كل 1000 طفل في 4 اطفال مصابين باضطراب التوحد. يقرب ما نعرف كان هذا السبب، وكان سبب عودا على الناس عاد تتكلم عنه والله سببه انتشار في المجتمع. المهم عنه يجب ان لا يكون تابو مسكوت عنه، يجب حتى انه قاعد انتشر الوعي، البعض يقول لك هذا طفل صالح من الصالحين، والله هذا طفل مبدل وكذا الى اخره من هذا.
عاد 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 الناس تفكر بشيء اكثر منطقي واكثر ايجابيه ايضا وواقعيه. مشاهدينا هذا هو موضوعنا في الحلقه، موضوع رئيسي للحلقه، نتابع هذا التقرير بشان الموضوع ونعود للتعليق على الموضوع. عيون تشع بالبراءة وبكل طهر ترقب الحياة ولن تفهم إلى متأخرة ما يعتمل من حولها، وكأنها تحاكي الأمهات في تأخرهن لفهم ما لحق بأبنائهن حسب الروايات التي أدلين لنا بها. طفل عنده ضركاتي 14 سنة خلاق 2003 وتو بداية لين عاد طفل عنده 9 أشهر ولا ذاك فطنت له ما يسمع ولا يتلاقى معايا ولا يخرصني ولا شيء، فطنت له انه خاصته رواية. تو تميت اللي متماشى معاه لين كبر عاد 12 شهر سنة تقريبا، ذا هو حالته طبيعية يقوطر ويلعب وذا غير ذا هو انا ما منتبه لي ولا يصنت ولا شيء، عرفت انه ما هو طبيعي. قلنا ذا اللي اضرو اطرش، قررنا انه اطرش وتو من ذنب بينا نعيط له ما يتلفت ولا يعلق علي الخلط من قدام ولا شيء. وتوف لين فطنا في ذيك المرحلة صبرنا عليه لين عاد عنده 3 سنوات، هو عاد الصب لين عاد يقوطر ويمشي عاد اللي عاطي راسه اللي خلو اللي أنا فتحوا الباب يوخل دافع ومنين نحضروا أي حركة ذهبت في المام الصنت له ولا هو باله قاع في الدار ولا شيء لا تحت التلفزة، خلينا تحت التلفزة أنا التوحد ساعة ما قد سمعت به ولا شيء، تم تحت التلفزة لين عاد عنده 4 عمان ولا 5 تيتان الصن الأول السول عند رواش يعني عاد ما هو طبيعي عندي، قالوا لي رواق زين لا عادي في الشرعية الحق 4 عمان وخمسة ما أتكلم ولا أنتبه ودورت وقد عنه، تميت أنا بعد الله عارف إن الرواية ما الشمعة هذيك الساعة ما قد سمعت عنه شيء. تجربتي لا تقل عن تجربة جميع الأمهات اللي معايا، عانينا نفس تقريبا نفس المعاناة صعوبات الحمد لله وعدم الخبرة بالمرض. كانت تجربة بحث عن الطفل حمادة بالنسبة لي اعتبرها، كنت نبحث عن الطفل حمادة شنو هذا الواقع له، شنو هذا المرض الواقع له، ماني فاهمة، أول مرة نشوف حالة من النوع من الحالات بالنسبة للمحيط اللي أنا منه، وحتى على المستوى ما قد شفت طفل توحدي أنا يعني. أول مرة أشوف طفل توحدي شفته في الطفل اللي عندي، كان أولاً ما شاء الله متقدم من التركة اللي عنده توحد خفيف ومكتسب، يمكن احتمال كبير العود مكتسب اللي خلق له تراجع عند سن 2 سنة و7 أشهر، كان طفل يتكلم كلام ما هو جمل كبار يقال بعد معبر، وكان هاد وكان ما شاء الله جميل جداً، هو الطفل من نفس الطفل حمادة ومحبوب، وكانت عنده سبحان الله الناس كاملة ما شاء الله تبقيه. تفاجأت بالنسبة لي طفل ذاك الشيء نقوله زاد وبدل، جاني شخص آخر بالحمادة اللي نعرف، مشيت نبحث مشيت شغل مقرب مشيت شغل لأطباء كاملين، تجربة طويلة طويلة طويلة، تجربة 6 سنوات من البحث، حمادة شخص بالتوحد وعمره 8 سنوات لأنه فيه توحد خفيف ما ظهروا عليه الحركات النمطية في الوقت المبكر. أول شيء اكتشفوا نقص سمع وعالج، ولكن مع بعد سن 6 سنوات لاحظت على الطفل حمادة بدوا شوي يظهروا عليه الحركات، كل مرة تجي حركة وتعقب توفه وتجي واحدة أخرى ما ظهروا بالصيفة اللي يعرفوا الأطباء، إذا ذاك هو الأخر تشخيصه مع أن المرض اللي يعود خفيف يعود ثقيل يعود. وأهم شيء بالنسبة للطفل التوحدي تشخيص مبكر. شكل تطور وعي الأمهات واستعدادهن للحديث عن هذه الحالات بداية اهتمام اجتماعي وحافزاً لتشكيل جمعيات وهيئات تهتم بهؤلاء الأطفال، كما رافقه اهتمام طبي بذات الموضوع. كطبيبة من الأشياء الأساسية اللي يجينا طفل عنده ذي الاضطراب أن أولاً نتأكدوا أنه ما فهم تشخيص عضوي أو عصبي أو وراثي يقد يفسر ذا الاضطراب عند الطفل، لأنه في عدة حالات تتشابه مع اضطراب طيف التوحد، في متلازمة الريت،
في حالات نادرة وراثية قال لاندو كليفنر سيندروم في توبر سكلوروسيس كومبلكس وهو كله أسامي من اضطرابات أخرى تشابه الاضطراب الطيفي التوحد غير عنده معالم أخرى وعنده أطر للعلاج مختلفة. معاناة ظلت طي الكتمان قبل أن تجد من يهتم لها على صعود مختلفة، لكن يبقى من الملح أن يقرب التوحد وأسبابه وآليات التعامل معه للناس من مختلف المستويات. معاناة كما قال الزميل أحمد بوداها تحت طي الكتمان، ونحن هون في هذه الحلقة نرجو أنها تكون معاناة للجميع. والله زاد تعود ما هي معاناة، تعود مشكلتنا كاملين، وتعود نقوم بها ونعود نوعاو بضرورة التوعية في هذا، ونعرف عنه اضطراب بسيط وعنه يعالج وعنه ما هو أكبر من قده. وله قاعد نبدو مع الضيفات، أهلا بكم وسهلا في بلاتو الصباح يوم جديد، حديث الصباح. يبدو أنك تأثرتي لمنية حتى بالمشاهد اللي تابعنا طبعا بعض الأمهات اللي عندهم أطفال عندهم اضطراب التوحد. مرحبين بضيفاتنا في حديث الصباح. مرحبوا بضيفتنا فاطمة بنت البشير رئيس الحياة للأمومة والطفولة، ومرحبوا أيضا بسيدة لال بنت محمد الأمين عميدة الأمهات. مرحبا بكم سهلة أنتين في البداية. طبعا الدكتورة ذكرت تعريف لهذه الظاهرة لاضطراب التوحد، وقالت عنه طبعا عنده يظهر في عدة مظاهر وعدة حالات. في البداية مسولينك فاطمة بنت البشير تتكلمينا طبعا تعطينا تعريف للمرض للأمهات اللي تابعونا، والله الأسر اللي عندهم هذه الحالة والله بدأت تظهر عند حد من أطفاله. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. أنا شاكرتكم ومقدرة هذا المجهود الكبير اللي عدلته أسرة الإعداد لهذه الحلقة اللي مفصول فيها، اللي هذه ثم قبضتم مبادرة طيبة. هذه معاناة الكثير من الأسر الموريتانية، كان طي الكتمان نظرا للجهل والخوف، والخوف من المجتمع اللي ما يرحم أن أم عندها طفل عنده حالة ما هي مفسرة، وما جبروه أنه مجنون والله معوق والله فهم شيء، طفل طبيعي غير عنده تصرفات ما هي طبيعية. على كل حال التوحد إشكالية كبيرة في العالم بدأت تظهر، وموريتاني لا جزء من العالم تأثر بها العالم كامل، وإحنا مولي تأثرنا بها أكبر بين اللي عندنا نقص كبير في التوعية، وعندنا نقص كبير في تأطير الأشخاص اللي يتعاملوا مع هذه الفئات من الأطفال، على قاع الأطفال والاحتياجات الخاصة كاملين، خصوصاً أطفال التوحد. لكن الحاجة الملحة بدأت الأصوات تطلع، وبدأ الأمهات يمشوا يسافروا شو الخارج، أسر تغربت زقلت ياسر من الأموال. في النهاية قال لهن الحل لا ترجعي لوطنك، وهذا الطفل تدمجيه في وسطه الطبيعي قبل مبادرات ورجعوا. لين رجعوا هون ملي راعي، احنا هون في موريتانيا ما زلنا عندنا قدر من نقص التوعيه، لكن الحمد لله بدات الناس كامله، بدا المجتمع المدني يحس بمعاناه هذول الناس، بدا يدخل معاهم على الخط، بدا يتواصل معاهم، يقبل يعني مبادرات. بدأ فهم تحرك من قد الناس، ان الناس فعلا عادت اللي عندها هذه المشكله تجتمع وتتناقش وتتكلم، حتى الناس اللي سافرت وشافت المراكز اللي تأهيل طريقة المعاملة والنصائح والإرشادات. المنية كان قاعد دائما المشكلة هو أن هذا الحالات قديما كانت تعالج بالحجاب وتعالج بالشم من الروايات وسكات عنها وبياس من الروايات مغفور عليه ومعسوس عليه من الناس. لهنا بدو معك لالا تقولين أول مرة فطنتي الحمد لله الطفل قاع الحمد لله، لين بشر المشاهدين الكرام عنه الحمد لله تماذل للشفاء بحول الله الحمد لله. لين عرفوا أول مرة فانتشخص عنه للخالب له توحد. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تقولي رحلتي مع الطفل، أنا فطنت له بسنة سنة. شت تأخر قوطرته، ومن ثم انتباه هنا تعيط له تقريبا العيطة الثالثة حد انه يتلفت عليك. يعني ما يستجاب بالعجلة، ما يستجاب بالعجلة. ايوه ما هو عنده تأخر بالاستجابته. المهم على انه هو من خلق فيه الضيق، هو نعالجه عنده الشيخ عبد الله خصوصا، تم عنده الحمد لله اللي انا بلاو
إلين اللي رجعت لولي الشيخ عبد الله راهو عاطيه تغذية خاصة اللي عاد الدكتور فاطن ما نعرف وعنده تغذية معينة وقالوا تنصب له التراب في بلاصة من تحويشة ويتم يقطر عليه ياك هو ماستولينا شوي يا غير بعد تبارك الله ما تفطني لوش تحجل به يجاوب معاك يضحك يتفاعل معاك يتفاعل معاك هو مراحل يا غير ماذاك هو احنا شفتيني عادت السنة الثانية السنة الأولى فطنت له بذيك حاجة الكيشير يبدأ يسمي ويبدأ هو بدأ أولا يسمي لسامي صحيحة ومن فهم رجع على الوراء خسرت تراجع الصابة ايوه خسروا لسامي تقريبا كي انتي لا يسميك لارك المنية يعقب يبدل لك الاسم بل منين الصفطن نحن حتى وقلت أنا قاعد أنه ما هو طبيعي شوي لياسر كيف الموريتانيين كاملين قال لي خرصي عين هذا الطفل عاقلي خرصي حركات الطفل عاقلي وانت لا لا يتجني وانت لا سمي وانت لا كذا يا خير أول خطوة بدأت في التفطنية وفيها الشني أول شيء أول شيء أني نعيط له ما يستجاب لي عيطة الثالثة شتي شير حاجة لك عادي تواطى وما لك فلانها 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 المرة الثالثة أنا المرة الثالثة حد أنه لا يتلفت هم اللي عليا ينعطري أنه راهو سمعني يقير بعد راهو ما هو ما هو رد فعل ما هم لبيلي يمشي على ذلك الناشئ ذيك هي اللي نبهتني أنا وبدأت أنا أتطرح للطفل وعدت لي أن أرجع للدكتور نقول له انتظر يقول لي خلي عنك الطفل خلي عنك الطفل من فهم انصحني على أنه تم يقيس البادية حق الله والله قال لي الطفل لا بد من التم كل راحة تأخذي به شور البادية قلت له قال لي لا قيسي به الريف تقريبا البادي يترحن قال ياك يكتشف ويشوف والفضاء مفتوح طبيعي ما نعرف نعرف انه اول قلتوا انتوا يبدو ان فاطمه عندها اجابه على سؤال اخبار البادي يعني هذه الحاله هذه الحاله اللي هو طفل التوحد اشبه اللي يجبر الادماج بالوسط الطبيعي طبيعي هو ناس كامله دراسات في العالم اللي ما هو احنا قاعد نتطور ودراسات في المعهد الامريكي وذا كامل جبر الجمعيه الامريكيه للصحه النفسيه أنه أشبه شيء يجبر الطفل التوحد الإدماج في الوسط الطبيعي الوسط الطبيعي تنقال للبيت الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة والشارع والحي والمدرسة مدرسة خصوصا المدرسة نركز عليها هون طفل التوحد لازم الأم اللي تفطن عن الطفل سن مبكرة عنده تأخر والله لاحظت أنه ما تفاعل معها بالعجلة والله يبقي تمن لا يلعب وحده يزعجه الأصوات تعرف عن هذا الطفل فين مشكلة يعني تتشخصه هي الأولى ولين تشخصوا ويالتها تقبل مبادرة أعلنها تدمجوا في وسط طبيعي دراسي راهي لا تجبر معاناة في المدرسة والروضة لكن الإصرار والعزيمة لا يعب يوصل الإنسان لهدفه الحمد لله هون سمحي لي شوي لهم قاطعك من درا كان الوسط الطبيعي في المدرسة العادية ما عندهم مدارس يالتوعدوا خاصين به مجموعين فيه وحدهم والله لا المدرسة الطبيعية لا لا هو ينصح لطفل التوحد احنا ذا اللي فتنا شفنا هون في موريتانيا كامل احنا كجمعية والحمد لله من 6 اشهر في موضوع التوحد انه مثلا لازم ينهلوا حكما ما قلت لك انه ليل نهار بعد الصلاة مثلا نجابلوا معهم لانهم معاناتهم حد قرب منهم ما تلاقي دي بعد عنهم هي الحقيقة للي هون يشخص من حالات التوحد كاملة لا بسيط مازال هو تعرفي عن التوحد أربع درجات ذي اللي هون عندنا منه مازال لا شيء عادي يعني الحالات المقصودة قاد يدارك والسلم اللي مازال سن صغيرة إذن تشخيص يخلق هي الأولى متابعة مع الأخصائيين طبعا ولكن الإدماج وسط طبيعي في مدرسة ولا روضة مع أن تنظيم الصهون يجي دور الأم الأم هي أول حد قد يساعد هذا الطفل ما هم المراكز لهم مدارس يالتها هي تبدأ تأطر نفسها يالتها تبدأ تقرأ أكثر عن التوحد كيف يتعامل يالتها وإحنا في جمعية الحياة عدلنا تكوين الأمهات مع خبيرة جاتنا هون قبل فترة واستفادوا منهم بحيث أعلنهم خالق ياسر من الأمور يعانوا منها أطفال التوحد بدوا الأمهات يتقلبوا عليها بدوا يعتمدوا على أنفسهم في الذهاب إلى المرحاض كانوا يديروا الحفاظ يلعوا عنهم بإرادة الأم وعزيمتها وبالتدريب المستمر بدوا يعلموهم الاستقلالية الذاتية على انهم يقعدوا حدهم على انهم يتناولوا وجباتهم قدر من الامور يعود دائما الطفل يقبض فيها الاعتماد على نفسه الكلام اللي هو دائما مشكلته للتوحد واسمعي لي في هذه النقطه اشكاليه كبيره الاطفال التوحد هو تاخر الكلام تاخر الكلام ما هو جاي من فراغ تاخر الكلام الكلام عنده مهارات مكتسبه ما قبل الكلام هذه هي اللي يخلق فيها هنا
إشكالية لمات ما يفهموها، ولازم يبدوا يشتغلوا مع الأطفال على مهارات ما قبل الكلام، حد منهم يمشوا يلودوا قاع كانوا يتكلم ولا ما يتكلم. طفل التوحد حالته بسيطة ولا هي بسيطة؟ بسيطة إلين يفهمها الإنسان ويوعاها ويقبل لها طريق صالحة، طريق صالحة من تشخيص مبكر هي الأولى، إدماج في وسط طبيعي، تكميل النواقص بجلسات خاصة. هذا تدريب على الكلام وعلى الحركات وعلى الجلسات الخاصة هي اللي تدرب على الكلام وتقدر الأم تقوم بهذه الجلسات. ليس يعني تكون الأم على أنا جاوبتك على السؤال تقصدي نعم. من دراك كتير من خلال من شخصت المرض هون ولا فطنت تجي عند مو طبيعي، كان الطبيب هو اللي عقب قالك أخبار ونصحك بأنك تتابعي ولا الطريقة اللي عرفتي عنه التوحد به شنو؟ الطريقة اللي عرفت إنه به توحد. ولين عاد بو شفتي قرف جاردين عادي. أنا دخلت وتمينا نعمله طيش. تمينا نعمله. إيه وتوب. في وسط ما اللي عائلي مهتم به كان. الأب والأم والخالة والأخوال والأخوات الحمد لله. عنده اهتمام معطي له اهتمام نقول أنا قاعد إنه زايد على اللزوم. يغير بعد عنده. قد يكون سلبي في بعض. خوف من يجبر دقيقة واحدة قاعد عنده في براء. يعني لا دائما مشغول وقته. المهم انه لين لحق مرحله جرنيه دخلنا جرنيه يصير طبيعي دياق شوف قدر من المشاكل عندهم رده فعل عيال ايه عنيفه يعني وني قستوا الباديه لاله قستوا به الباديه نصحك الطبيب انكم تقيسوا الباديه به ايش تغير على السلوك بدا يسمي تقريبا كيل كديه يسميها كديه قصة بدأ يسمي المساي اكتشف العالم حوله اكتشف ذاك وقلنا احنا على انه عاد شبه حسن عدد قاع كل سنة الحمد لله يتعدلون عطاه الشهرين يعني كانت فكرة رائعة أستاذة فاطمة شيا الله العليات اللي عندهم ذي الحالة إيش تنصحيهم به من مثلا إنهم يتبعوا وإيش تنصحيهم لأنه روايات عود خطيرة شاكينهم عنها أسلوب يعني قد يساعد هو العكس تماما خير نعرفوا بعض النصائح جيد هذا السؤال جيد ومفيد نحتاجه ننصح الأمهات أول شيء عليكم لا يضيع عليكم ياسر من الناس الوقت ما دركتوا هذا الأطفال كيف؟ اللي تلاحظوا على ان هذا الطفل فم علامات اللي تشوف الام يا تعرف عن هذا الطفل قيل انه يعود في التوحد والله فم مشكل ثاني ما يضيع عليها الوقت بحاني ذاك الشهوه يقد يعود شفتي الملحفه الفلانيه والله عين حاني ما نقيسه فلاني يحجب عليه والله والده ما تكلم معه على 10 سنوات والله 15 وعمه ما تكلم هذه الامور كامله يعني خرافات يلطن بعد عنها امور وراثيه امور اجتماعيه عادات في المجتمع وتو خاطئه هي الحقيقه يلطن اول شيء وزن عليه يعود فيه الله الخلق بيني وبينك وين كانت لا يتصنع في روايه هو اللاجم يعني هذه الصراحه يلا تيوبادر يبادر هذا الطفل بالتشخيص المبكر هي الاولى مع اهل الاختصاص وعاد الحمد لله هون في موريتانيا فيها اخصائي شخص التوحد. ثانيا كيف نقول دائما ندعي الادماج بالوسط الطبيعي، الوسط الطبيعي انك لا تتم قافل عليه في الدار، اطل سمعه تركه يقير راقبه يعود حد دائما متابعه. الام صيبي راسك لهذا الطفل، اعرفي على انه امانه وتقدر تعودي ام عامله ويقدر يعود عليك ياسر المسؤوليات. ومن هون نحيي بعض من الامهات كانوا معنا في التكوين الماضي للامهات. اللي وحدات منهم لين وفاو ذاك التكوين حازوا على التلفونات وفاو منهم وفاو من واتسابات وتفرغوا لهذا التركه والحمد لله يدرعوا دي الصمت والنظر والله لا يعقبوا يسمعونا جبروا النتيجه فتبارك الله ما شاء الله احسن الخالقي في خلال 6 أشهر الام هي المفتاح الصحي العلامات اللي تنذر بالخطر في حاله مره شافت تتعاطى مع رضيع لها العلامات اللي تنذر بالخطر عن فم احتمال سبب وأول شيء شاف في هذه القضية أن الطفل نظره ما يعود تواصل البصري ضعيف عنده هذه أول حاجة ما يخرص ما يقدر يتواصل معك تواصل بصري مستمر هو ضعف التواصل البصري ضعف التواصل البصري لأنه دائما يعود عينه ما تسكن على رواية محددة ضعف التركيز حالات يعني هذه بداية طبعا تأخر الكلام اليوم هو لأن هو التوحد هو التوحد هو ما يقدر يكتشف رجاج في سن مثلا 4 شهور 5 شهور 6 شهور يتأخر ما وقف يتأخر ما قطر ليونه قاع لأنه هو تعرفي هو اضطراب توحد ودماغ سليم 100% والله قاع 200% فتبارك الله هم أذكياء ذكاء خارق لكن لين يخلق لين يخلق التواصل بين الإشارات العصبية هو يخلق خلف في التواصل الحسي بينهم الأوامر يعطيها الدماغ غير الاستجابة تعود بطيئة لكن يقولوا يعني ريزو يضعف وتوف نرجع شوي شوية النقطة المهمة هو أيضا أن الأم
تندمج مع الناس اللي عندها تجربة. وهون حي هون حي أمهات أطفال توحد في موريتانيا، لأنهم استطاعوا أنهم يجتمعوا في وسائل التواصل الاجتماعي في الواتساب، عدلوا مجموعات تواصلوا في المراكز، كذلك تواصلوا في جمعيات الحمد لله، وبدأوا الحمد لله هما معاناتهم ينتجوا منها عمل مفيد للمجتمع. خصوصا التوحد هذا كان سبب في تفكك أسري، كان سبب هجرة بعض الأسر عن موريتانيا. فعلا هجرة الأسرة، تمشي الأسرة، تمشي الأم وتركها يبقى البهوناتية، وأحيانا تمشي جزء ويبقى، وأحيانا تمشي الأسرة كاملة. وهو رواية بسيطة سبحان الله، في الأخير إلى أن يمشي قال لهم هذا لا التدريب، وما عنده عملية جراحية لا يتعدل، نعم. ما فهم أدوية لا يتم، عنده تدريب مستمر لهذا الطفل وعناية خاصة. لالا من ترى كانك قطعنيتي من أنه نعود المجتمع ناظر عن عندكم طفل ما هو حتى يعني من ترى كان العليات عيتي تشوفيهم مثلا يعانوا من الرواية. أنا قاعدة الأمانة لا نقول لك مثلا أنا حياتي قاعدة وقت شوف الطفل متوحد سابق الصيدات، وشاك كان الحالة عندي أنا وحدي يا غير ماني قابل تعود معزول، وأصلا الأسرة اللي كيف ما قلت لك الأب والأسرة كاملة تبارك الله معاملته إنسان طبيعي، ولا أنا قابل إن نعتوله إنه عنده نقص عن الناس الأخرى، ولا عن أخوته ولا عن الترك الثاني، ياكاش ياك يكبر عنده اندماج اجتماعي مع ما هو من راسه، ما يحس بعقدة النقص ولا بعقدة إنه دون الاهتمام الزايد في طفل بعدك يربي عقدة النقص التوحد، الاهتمام الزايد بالطفل هو قد يشكل ومساعد في عاملنا طفل طبيعي لين بحق سنين تدمكي ودم كارو بدا يركز له، يا غير نقول احنا المرابطه تبارك الله مركزها له على كل حرف حال، ان تبارك الله احسن الخالق. طبعا هو لابد ما يعود فيه اهتمام زايد شوي عن تمييز شوي اهتمام زايد شوي والله ما نعرف يا خير بهذه الحاله لا نجاوبك ما هو عن الخساره خاسر ينعت له انه خاسر، شتي في الوقت الحالي قد ما يستجاب لك انه خاسر لا يتعمد عليه، هم عندهم عنيدي شوي عنيد كاع هو حد شفتي عنيد ومثل ما يبقيها الى كل شيء عدلتي مالي عدلي غير شتي ذاك الوقت الحالي انا لاهين تقريبا لاهين نعتوا لها خطا ولاهين نعتوها له سماه بضرب ولا بشيء يا غير بعين حمراء وبعتاب متين وبحرمان من شويه عرض عقوبات يعني اي ولا بدنا من كيري اي ولا بدنا من كيري المنيه كان هما كان هؤلاء الاطفال كان هم يشعروا فعلا الى اللي عادوا يشعر مثلا بعقده النقص مثلا الى عالوا اهاليهم مثلا يعاملوهم معامله شوي دون هم من ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الاحتياجات الخاصه دائما بتحسب الناس اهل التربيه ينصحوا عن معاملتهم عنها تعود معامله طبيعيه ياك ما يشعروا عن فم اهتمام زايد بهم وياك ما يشعروا عن اهتمام. فاطمه تعيتي مثلا تقولي للعليات اللي معاك انهم يتجنبوا بعض المسلكيات اللي قد يعني تخلف اثار نفسيه متينة على الاطفال اللي التعصب نقولها لك انا بالضرب هذا الاثنين يتجنبوا التعصب في وقت ما هو وقته تقريبا كيف تعود هو الخطا معدل ما هو عن خطا فهمت هو يشير يعدل الخطا خطا ويعرف انه خطا يا غير هم يعدلوا الخطا ما قصدهم به حركات نمطي هم لا تتقبل له الخلوته لا لا عن كل عن ياسر من الناس السبب اللي يلجأ الحجاب يقولوا الطفل مسكون بكل صراحه يا غير حد تفهم انه توحد ويعم عنده سنين معينه لا يعقب يمشي فيه ويهدئ تماما يهدئ ذاك اللي كان خارج من الحركه خلال متابعتك مع الطريقه اللي السيستم اللي قبلوا لك في علاجه وشنو اللي هم احنا اللي هو انتم شفتي احنا قضوناه انسان طبيعي كيف ما قلت لك وكل خريفا واحد يقدر بتاطير الطبيب اللي المشخص اصلا هو اللي قال لكم عم تقبلوا طبيب سنوات تاكدت انا قلت لهم اني فارض عليا من نمشي به مرقل نقصنا به دكتور هنا مستحى مع والده حتى يعطينا عمل مقيم شفتي اللي جبتوا للدكتور قعد لي الطفل وخلاه الين اللي الحاجه اللي كعطى ساعه زياده غير الطفل لا عن كل عن جنوته لا توفى قعدوا رد علي حالته كان بل منين لهنا سمعنا كلمه توحد ان الطفل مصاب بالتوحد شرح لك الحالات خالق قاع شوف الطفل انا ما كنت فاطنه له الطفل يفتح التلفزه هوك ويمشي يلعب هوك الين تجي انت للتلفزه وتبدلها يطرح لعبته هوك ويرجع للتلفزه ويرد على البرنامج اللي كان داير عليه شت فكروا يشغل كم من فهمت ذاك كم من شغله في بلاصه واحده هذه انا ما كنت فاطنه لها في الطفل ولين امي اللي قال لي على انه توحد اول مره تسمع كلمه توحد
أول مرة نسمع إنه هو بعد مصاب بالتوحد. عيد تسمعي سب كذا المرة. أنا سمع سامع بيها غير ما متخيل اللي قاعد إنه يكون إنه هلو هادئين ومتعدلين. وإنه هلو نقع لا مرض ما هو في موريتانيا. وإنه متوحدي وإنه موريتانيا. وهي متقدمة على موريتانيا مثل النوع من الحالات. حتى إني ما ننسى نهار والده وظهره يبقى يشير لي على إنه طفل متوحد. الجزيرة ما أخذ عنه تقرير. قال لي شوفي إذا التقرير اللي ما أخذ الجزيرة عن التوحد. خرصته وعطيته ساعة خرصه. ما فهمت انا انها رساله موصلين اي تعقبي تعرفيها بعدين لين عرف انها عنده شفت هذه حركه الطريقه اللي هي كان قاعد ابسط واسرع يعود هو فاطمه اللي ساكت بدل من يقول لك مباشره هو ما ادري الواقع في مشكله عند الاهل تقبل هو شفتي تقبل انا ما قلت لك لين قالها للدكتور انهرت انهرت انا انهرت تو بقول يعني لها انهرت بكيت ولعن وصلت منك يا خير بعدين يدور تعرفي بعد انك عرفتي الغلط منين مثلا المرض بدات تون عامل بدات انا من راسي بديت تحبولي نلود للمرض وتقراي طبعا واحد عرف مسره ده هو قاعد انا اصلا ماشي مع روايه ظهرها اهلها اللي معاملين ظهرهم فاطمه كيف تقريبا الاب ووالدته جداته اظهرهم عارفين الحالة ايوا توفوا خايفين عليا انا نفسيا هو بطني الاولاد غالي اصلح فوق على الشاشه كامل قاري مش قال الاولاد انا متاثره بتقرير منهم وش قالت لي عايشه الله صراحه الشابو لك عودة عنك بعد قاعد قديس امهات والله تحيه خاصه لجميع الامهات شفتي الغرض من قعدتهم العلماء علماء سموا في 105 ايوه عدلوا عياده نفسيه امهات العلماء عدلوا عياده نفسيه مجموعه جابوا فيه يتعاطوا فيها راي كل واحده تحكي تجربتها اللي في امريكا واللي في فرنسا واللي في اسبانيا واللي هم في موريتانيا كلها تعطي لها حاجه كانوا لجميع الموريتانيات بعد موريتانيات المغتربات في جهدهم وفي بعض المغتربات غير كل ما يسمع حد من امهات اطفال التوحد بهذه المجموعه يبقى ينضم لها عدل عياده نفسيه تعالج له ياسر من الامور يقول فيها اللي ما يقدر يقول اقرب الناس له اللي ما يرد على حد ثاني يفهم معاناته وكل حاله في نفسي كنت من الضروري ان نعود المشاكل تنقال كامله في بلد وتناقش نرجع لك ما تعود مشاكل نرجع عندك عوائق بسيطه هي عادي الحمد لله طول اللي عندي تبارك الله تعدى المراحل هذا اللي نبشرهم به من بعد شفت الوقت عاد له كي شي ما تبعيد حتى نختار ونعرفوا بدايته ورحلته مع الشفاء الحمد لله والطريقه اللي تمثل نبدا يتماثل الشفاء بدا من تقريبا بو 12 سنه بو 10 سنين على اللوره فتبارك الله ما شاء الله بدا تبارك الله يتكلم الاول نطق به العربيه الفصحى كنا مقريال ممكن فتبر والله وشني كانت ردة فعلك انت شني كانت ردة فعلكم على ذا اول مره تسمعوه يتكلم مثلا يقرا ما شاء الله هو من هو صغير هو يتكلم غير كل مره ورا مره اني تخسر له الكلمه نركزوا على ذيك الكلمه لين نصلحوها يا كاش يا كي هو مثل صلحها ما تخسر سبحان الله يحتفظ بها صالح هو الى حاله يرد لك مثله باربع سنوات رجعت الذاكره تبعها ندرى كيف قال الدكتور على الهواء تحكي قصته هو ونعرف عليه يستفاد منها الكثير من الناس ونرجو عنها تعود ان شاء الله بدايه الشفاء الكثير من الحالات اللي موجوده هون ومن درا كان هو يتاثر من حكايتك لقصته والله تعتبر له حافز شوفي للامانه ما قد تسمع كلمه متوحد الا بلاد قعدت جميل سمعتي ذيك ما قد سمع انه ما عند انه عنده روايه تخص خوف مناش بالفعل يجبر كيف قريته المحاضرة مرة قال لي إنه ما هو جايز قعدت معاه واحدة قلت له مال قال لي إن التركة إنهم يضحكوا فيه قلت له يضحكوا فيك أنت ضرك مالك قال لي أنا ما مالي شيء يا غير ماني لاعب معاه فهمتي ذا قبلت هالوان على ذاك الحيز وتو قعدت عند المحاضرة علاش يعني خليتيها احنا لا نقيس الجانب المشرق من لا نقيس الجانب النفسي ونعرفوا علينا الحمد لله الخير كثير وبداية مشوار الحمد لله لا يبشركم بشر أهل موريتانيا كامل أنه الحمد لله قابض مسار طبيعي من اللي عادوا عندنا مراكز مختصة والحمد لله وفهم تعاون الحمد لله من جميع الجهات سواء الأطراف الحكومية والله المجتمع المدني والله الأمهات الحمد لله فرضوا وجودهم وفرضوا قضيتهم وعادوا الحمد لله موجودات على أرض الواقع وتساعدوا طبعا وقال لا وعي المجتمع وعي المجتمع كامل
واقرب حد للطفل التوحد ديالته هو اللي يوعى بقضيته. العائله اللي تمرق عن حيز الاب والام والاخوت يعطيهم يحتوى اخوهم ولا اختهم، الجيران ولا بوتيك السقط، الطبيب، المدرسه، كل حد ديالته يعرف عن هذا الطفل مسؤوليه وامانه ويحاول من جانبه يؤدي دوره يساعده. فاطمه طبعا لا شك انك شفت تابعتي حالات تماثلت الشفاء دائما، يعني شنو دائما تعود كل نتيجه يعني تقييم هذه بالنسبه للامهات وبالنسبه للناس اللي متابعه الحالات؟ انا اللي تابعت بصفه يعني عن قرب هي ام الامهات وتجربتهم مع العمل مع اطفالهم. وقطعا عن هذا الست اشهر، احنا تكوين الامهات كان في الشهر السادس من هذه السنه 2018 واحنا درك في الشهر 12. نقول ان الحمد لله، الحمد لله هذا عن شيء يعني راهم يصنتوا، لذلك الحمد لله استطاعوا انهم بارادتهم يقهروا المستحيل. علموا هذا الطفل، كانت مشكله كبيره يعاني منها الطفل التوحد، اعتماده على نفسه في الذهاب الى المرحاض. هذه مشكله حقيقيه تجبر يشير امه ما فات فهمت القضيه باربع سنوات ولا خمسه، مازال يندار له حفاظ، مازال يدير الكوش، مازال لابد له من حد من تملاق. استطاعوا ست اشهر على انهم خلوهم يعتمدوا على رسوم يمشوا شهر الحمام وحدهم. هذا اكبر انجاز، استقلاليه ذاتيه اكبر انجاز. واصعب شيء بدوا يدربوهم على مهارات ما بقى قبل الكلام. عند طفل نعرفه في روضه مربياتها استفادوا، احنا في جمعيه الحياه عدلنا تدريب المربيات رياض الاطفال اللي يتعاملوا مع الاطفال، وسابقهم عدلنا رانا لك تدريب للمديرات يعني يعرفوا الصفه اللي يستقبلوا بها الاطفال، استقبال الاطفال والفضاء اللي يلتهم يعودوا فيه، والمسؤوليه القانونيه ملي عندما تستقبل طفل من اطفال التوحد اللي عليك انت كمدير مدرسه. هذه المربيات استطاعوا انهم الحمد لله ما لهم درك تدريبهم وافي له شهر زايد، يقال عندنا نجبروا نتائج من الامهات. انا طفلي نتائج ايجابيه، ام اخبرتني ان هذا الطفل هجاها قال لها ماما صباح الخير. تفاجأت دور تعود تفاجأت هو يقول شيء يقال هما 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 مشكلتهم معجمهم اللغوي ضعيف اطفال التوحد ومقلوبين عندهم الكلمات والتعبير عندهم مازال شيء بلشي كلمه بلشي يقال انه يعود مثلا عاد هذه، وهذا احنا مازلنا في بدايه المشوار. برك نداء المؤسسات التعليميه، لانكم يا المؤسسات التعليميه سواء رياض اطفال سواء مدارس، اطروا الكادر اللي عندكم بحيث انه يستقبل اطفال التوحد. راهو كل قسم يعود فيه طفل من اطفال التوحد، يعود معلم مسؤول عنه، المعلم خصوصا الصفوف الاوليه اللي هي السنه الاولى والثانيه والثالثه يالتهم يؤطروا على استقبال اطفال التوحد داخل القسم. عندنا تجارب في العالم ما هي عاديه، العالم خرجوا منه علماء، فيسبوك اللي كاملين عملوه دارك صاحبه متوحد، بيل جيتس اللي اقنى المال دارك، احنا دائما الموريتاني نبقوا نضربوا مثل لا باهل المال واهل الشهر، الاعاقه الاعاقه الذهنيه ابسط مثل هو الحمد لله طفل تبارك الله عنده 18 سنه. نهار هون تلفتت عليه اخته قالت له قول لي حلم حياتك شنو؟ قال له حلم حياتي نجبر، قال له نجبر اله الاجهزه نكون منها اجهزه. ان شاء الله يتحقق ان شاء الله. معناها انهم من ذا المنبر لا ينبشر الامهات على انه هو ضيف ثقيل يعطي سنوات طوال يقر يعقب يرحل ان شاء الله. رحلته الصا رحيله الصا لا بد له من امة كابد معاه ياك يرحل عنها بالعجله. تقريبا تعود كيف امهات مازالوا تركتهم صغيرين، تعود الحمد لله تعود هي من راسها تعرف انها ياسر من امور الحياه لا يتوفى منه ولا تتفرغ للولد، ياك لا حق سن التمدرس يعود عاد راه يندمج مع اطفال التمدرس. والاخرى ما لله نطلبه من ذا المنبر كأم من أمهات أطفال التوحد رسالة نوجهها الرئيس الجمهورية على أنه يتبنى لنا قضيتنا ووسائل الإعلام على أنهم يعضلوا لنا ضج لين يعرف الموريتانيين على أن التوحد لا حالة عادي، ما هو علة الهوجن كي قلت ضجة ضجة ولا توعية حالة طبيعية طبعا. إذا مثلا منين جاك حد عنده يشير من أطفال التوحد وكسر لك هذه التلفزة أعطني نمو شينا عنده إلى أقصى ما يكون وثقيله فيها قال سبحان الله رحيم ولا عندها فرها بلاصه مخليته فيها عندهم فرط في الحركه عندهم افراط في الحركه، فرط كبير في الحركه احساس حساسيه زياده
عنده إفراط حركات نمطية، نوع من التعبير، فرط في التعبير في الحركات وإلى آخره، ما يقد مثلا يبقى وحده ما كسر يقد قاعد يقبلنس ويقتل عند ياسم روايات. الخوف هو الخوف الأمهات هون، الخوف دائما متلازم مع أم الطفل المتوحد، دائما حاملة خوف معه، خوف من كذا وكذا وكذا من عدد، والله نيوك مثلا ما يقدر يمشي عنه، هو ما عاد كنت تصير بيده، حتى المجتمع الله متقبلها هي كأم لين تجي مثلا لعائلتها قال اقول لك هذا اللام خسرتي الله اللابي كذا اللي معدلها لهم اللي خساره، بطي ذا الطفل انزقي ما هو فاهمين عنده طفل قاعد خاص اللي يجبر العنف، طفل التوحد ما يعرف حد يرفع عليه الصوت، حساس جدا، يقير سبحان الله توجيهه بسيط جدا لين يفهمه حد وينزل المستواه ويتعامل معاه فتره بعد فتره بعد فتره. واذا شفتوا انا دارك عندنا صديقات في المجموعه عندهم اطفال، كنا لين نجوم مثلا يخافوا منا كاشخاص ورداء، عندنا لين نجي انا ولاده يتلقى لنا ويفرح، حتى انا لهم عاده بعض هذا اللي يقولون منك كسلين نكته عندها لين نجو تقبض عندها مجمر وتطرح وتشوي لنا الكبده، وهذا عندنا لا لين نجو يجي يطرح لها المجمر. اذا يعني انهم مثلا نبيهين قمه الذكاء قمه تبارك الله. هون نكتب نختي نعرف كان عندكم انتم الجمعيه المهتمه، كان عندكم عدد فتوصل لهون في على المستوى الوطني؟ فيه احصائيه قامت بها اخت ام اللي نقدم لها تحيه من هذا المنبر الاستاذه فاطمه، احصائيه في طب الاعصاب، قالت لنا انهم قطعوا عدل الاحصائيه على مستشفى على مستوى المستشفى الاعصاب، وصلت الى 300 طفل متوحد. ولكن انا يعني كشخص في الميدان نقول على الاكثر العدد اكثر، العدد اكثر قال له لا توعيه، اللي تخلق التوعيه يدور يبدو الاشخاص يبادروا يتواصلوا بالجهات المعنيه، لان هذه المجموعه اللي في جروب واتساب اللي بدأوا الامهات يخرجوا في الاعلام عاد كل نهار تنزل كل نهار تجي الام والله امين تلفون لحد تضيفون لك المجموعه وتبدا تحكي معاناتها وتبدا تحكي لكن خلق روايه هون اللي نختار ننبه عليها وضروريه الامهات اللي صمتوا نظرك واللي ما فاتوا اتصلوا بالجمعيات ولا فاتوا عادوا عندهم التوعيه عن الدرك، يشير طفل التوحد ما يندرك ولا تندار فيه الدرك علاش ولا يبتط به اللي لا تزيد عنده المشاكل، يقير هو تبارك الله عنده ذاكره قويه حد اللي عاد خايف ومن يوقد تم كل نهار يحكم بيدهم على الصباح ويمشي به لين يلحقوا نهايه الشارع ويردوا يعدل بيت زقيه كذلك الدحميس يعدلها لهم اللي وننصح بالخروج بهم بكثره يتعرفوا على الاماكن العامه ويتعرفوا على الفضاءات به اللي هذا كامل تبارك الله لا يسجلوا ولا يخزنوا في رؤوسهم لا يشك حد عنهم وهم فاهمين ورغم كل كلمه اللي تنقال حذاهم هم واعيينها وفاهمينها ومسجلينها لا يجرحهم حد في هذا هو اللي نقول لك عن دائما بعض الاسر يا المنيه عن يعود خايف من نظره الحي عندهم والله يعود يموروا عن عندهم رقاج ما هو مثلا عنده هذه الحاله النفسيه مثلا انت وبالتالي هو المرض والله هذا نوع من الحالات اخر لا حد يواجه يقعد واقعي معه انا قاعد ماني اكبر من اللي يجيب لي ربي والتفويض قاعد وتوف بعد قاعد من جانب الديني انا ماني اكبر قاعد من اللي يجيب لي ربي هذاك اللي وقعت سبحان الله الرحمه وحاله عاديه وهم معدلين يعني كسر هذا الحاجز نعم هو زين كي ياقوت الاحمر ما تجبر واحد منهم فرداته شيء ولا مكدر راه مالك لهم يعني ذيك الام يلهو قلت لي فاطمه كسر الحاجز الام الين الام تواجه نفسها هي الاولى تتقبل عن هذا الطفل مختلف وما عنده من الان اللي مجهوله لداء الام هذا الطفل ما عنده مشكله هو لا مختلف عن الاطفال الاخرين تقبل اختلافه انت هي الاولى وعند قدر من الصعوبات في تقبل هذا الامر من ثم لا تبدي انت تفرضي وجوده على هذا المجتمع تفرضيه انه يعني بدل من تعاقب الضحيه وتعود فيها عليه عند هذا تواجه المشكله وتحاول انها تجبر لها والله وهون ملي نوجه نداء للاباء الاباء انا نعرف عليكم تتالموا بصمت لان الرجل قوي ما يقدر يعبر عن المه ودائما يختار اللي يديرها في الهروب والله الملامه والله الملامه والله الصكه علنكم عودوا سند لهذه الام وقفوا معها في هذا المشوار يقال باذن الله تعالى الدور توصل نتائج مرضيه وكل ما كل ما ابادر طفل التوحد بالسن مبكرا عندي انا رجعت النتيجه اكثر الحمد لله هذا هنا نبقى احنا الاعلام يهتم به اكثر اياك يعرفوا الرجال ان التوحد روايه عادي
ياك يعرفون انه شفتي ياك العالم كامل الله بعد المجتمع الموريتاني يتقبل هذه الحاله انها حاله عاديه، وان شاء الله مرور الزمن ان شاء الله درت عقبته يا غير يحاولوا اهلها يتلفاو وترك صغيرين ياك ما يوصل سن التمدرس. انا اساسي عندي تمدرس فعلا شفتي ياك طبيعيه واحده من اللي نبقي من هنا هذا اللي فاتوا كبروا بما انهم عندي حد منهم نبقي الدوله تطرح لهم عين الاعتبار ياك تلحقهم ب سلك التوه ان شاء الله لا قاعد ندير ان شاء الله عنه يحقق ان شاء الله طموح يحقق يؤطروا هذا اللي فاتوا كبروا ويعطوهم يخلق لهم تأطير خاص يناسب سنهم. هذا يتطلب سياسة، هذا هو المقدم هو اللي ندانه زخشون اجتماعية طفولة وعدل استراتيجية خاصة بأطفال التوحد ومراكزهم. رعاية الدولة زال الله وخيرا فتحت مركز ما شاء الله مازال فيه قدر من مثلا من ملاحظات غير بعد الله الحمد لله المبادرة طيبة والدولة ماشية مع 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 المجتمع المدني في هذا في هذا الطريق خطوه خطوه قطعا. يقير نختار وملي نعود في تركيز بعض الاستراتيجيات بحيث عن كل فئه عمريه يعدل لها شيء مناسب لها. هذا اللي كبروا ياك ما تصبح فيه امان مهمه حتى هو التوحد نفسه اللي يعد فيه فئات اللي هو مراحل في درجات شفتي فيه الخفيف اللي يزول بالعجله الين اللي تقريبا يبدؤوا معاه له بالعجله مولاي يدخل المدرسه ويعود يشير طبيعي كاع ولا يندمج يصبح يشير طبيعي. التشخيص المبكر تشخيص مبكر نادوا بالتشخيص المبكر اول شيء وفيه مراحل الصلاه بدالهم من قدر يا غير بعد يعقب يوقد مع مرور الزمن هو يدور يوقد هو ما يلحق مولاه 18 سنه 19 سنه 20 سنه ما خلاها عنه عند كتاب يا غير في الغالب يوفى منه يوفى التوحد يمشي نهائيا يا غير يبقى عنده عدم ثقه بالنفس تبقى الاشياء اللي بقات مصاحبه ملي الذاكره مسجله المسجله يا غير تقريبا كيفتي لين اللي تقولي له فلان وهاي مجتمع ما يعرفه ما يدخلوا مجتمع انزوائيه شويه عنده انزوائيه شويه مجتمع الصا يعرفه ما قادر له في شيء لا راح فيه ويقول فيه اللي يبغى يقول من الكلام ويعدل فيه يا غير مجرد والله بعد ملاحظه انا عن الطفل اللي عندنا لين جينا انتظارك المنيه داخله لا يؤخذ لين يعرف ذا الوجه الجديد اللي طلع للدار ويخرص ويرجع تحية من جهان وقف خرص قلت له سلم على تحية سلم عليه بانضباط والحاجة ذا كورا عندي انه قادي والله شي قلنا له يطفيه وطفع يقدر يرجع للبيت اللي هو عنده يلين تمشي هي لا هي خالصة قبل جو العائلة يعني هو بعد ما شين عنده بعد ذاك ظهور في الشاشة وشدك الأخبار لا 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 كان ما نقدر نعدلونه لا هي لا لا عادي لكن لا بحالته تقريبا جاي يعرف انهم ما هم اضواء انا عين عيل هو كنت في حد ذاته وياك مو شين عنده ماني ماني ساميه اسمه انا ما حد ضغط عليك ولا سامي ماني ساميته مجرد نسميه دون نطي ثلاث اشهر اربعه اشهر ما يهنى عني لين يعرف المغزى لسميت الاسم شنو مستحيل انك لا يتصل معي مستحيل انا اللي اخذته اشوف التلفزيون يلفت انتباهه وجودك يدور يلفت انتباهه يدور يلفت انتباهه وصلت ويسمع وعوده يدور يلفت انتباهه يدور يقول لي ذاك اللي كنتي تتكلمي عنه من هون قدر نقول انه حد ثاني ما هو اذا فاطمه صراحه محيين لك التضحيه اللي هي اللي مماسيه نعرف عنها اللي معدلتيها من اجل من اجل الامهات الثانيه من اجل الامهات الثانيه اللي نرجوهم ان شاء الله عنا يتماثلوا للشفاء ونرجو هو انه يكمل الام اللي ملانا الشفاء تام ويحقق احلامه طموحاته ويعود في الجو المناسب. فاطمة يعني تذكري ايضا النساء بمجموعه من النصائح والله زاد مجموعه من الامور اللي تبعوها وايضا اللي انضموا ايضا لمجموعتكم انتم اللي فيها ناس كامله اللي عندها الحالات امهات العلماء امهات العلماء هذا زين عندي امهات العلماء كلمه رمزيه قبضوها والله كونوها اخوات في تونس اللي ورقتين اثرت فيك استاذه مينا والله انتبهنا ونحييها من هذا المنبر هي كانت مؤسسه هي المجموعه ثمن وجودها في تونس ثمن وجودها في تونس هي ومجموعه من الامهات المغتربات والله شفناها مره خاطقة مشكلة واحد منهم على الفيسبوك هذاك هو وليدها والله ذاك سبحان الله ذاك هذيك هي امي هي اللي عدلت وقبلت المبادره انها ترجع راهي هذيك بعض لا نقول هاي الحادثه انها جاوها منظمات حقوق الانسان في تونس لان تعرفوا تونس عنها دوله ديمقراطيه ومنظمات ياسرفيه وقالوا لها على انهم لا تبقي ولا جاوا منظمات غربيه من المانيا عندي انا لا يمشوا بالطفل ويتبنى ويديروا في المراكز يمشوا بها هي واخوته كاملين ويعطوهم الاقامه قالت لهم الى مشيت انا بقى اولاد موريتانيا اللي ماشي بهم نحييها من هذا المنبر قبل المبادره ورجعتهم وعدت هذا تجمع الامهات
نحيي كذلك مولي الأخت مريم فاضل أخت نسيبة على المركز الرائد اللي يعدم الأطفال التوحد مولي. نحيي مولي تجربة بانمو والمرابط المركز اللي معدل مولي الدائر في قسم الأطفال التوحد، ونحيي مولي مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة للمركز الأخير اللي فتحوا الأطفال التوحد وهي المتلازمة الدوم مع أنهم يعطهم يعودوا في بلد. لا بد أن تقولين الرياضة اللي يلا الرياضة ونوعية الغذاء اللي تناسب هذه الحالات حالة التوحد. بالنسبة للتوحد يقولوا عنه معلوم فيه السباحة وركوب الخيل خصوصا الخيل، أطفال التوحد معلوم فيهم تربية الحيوانات يعودوا عندهم قدم الحيوانات فضاء فيه الحيوانات يعني ذاك عنده علاقة بتنمية القدرات العقلية فعلاً فعلاً فعلاً. معنى عن سبب نصيحة الطبيب لكم عن الجيس اكتشفتان على نصيحة الدكتور لنا أنه تنمية وخلو بالفعل هو اللي نقص البعدية يهتم بها للحيوان سبحان الله يهتم بها بالفعل متواصل مع متواصل معك تمشي على الحيوان وشوفه قيس الرواية يعرف الليل ويعرف الماول والبل يعرف الليل الأسرة ويعرف اللي ماوله تقريبا يعدو بالرغم أن أهل الأسرة بحد ذاتهم ما يعرفوا قاعد لأن احنا ما شاء الله الأسرة تبارك الله نعرف جينا عندنا 15 بقرات نحلب بلاصة واحدة يعزلها هذه 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 يعني ما شاء الله من ضمن العجول من البقرات جايين من ضمن البقرات غريبة في الذكاء تبارك الله قمة قالت لي الأخت نسيبة عنها فمركز كان مفتوح للأطفال التوحد وعجبني في المركز طفل التوحد يجي من التجونين كانت تجيب أمه وعلى الصباح ومشي عن أهله ظلوا يلودوا له النهار كان عقب الجبار المقرب عند المركز هون حدا هون في تفرق زين جاي من التجوني أرفع لكحي جاي من بوطة لكحي ضغط الطريق ضغط الطريق الخريطة تبعك الله ذهنية تبعك الله مشى مع مرور الوتر مشى تمتال بطريق السيارة لين وصل للمركز وصل وصلة المقرب ماشي يعني هم عندهم طريقة خاصة في تنظيم الأشياء مش الواحد من يلعب بعد الوين يخصري هي اللي يرتد لك حركات لا يمتس شيء ما يمتس فعلا الصوت ما يبقى الصوت ما يبقى ولا ما عندهم عالم خاص صوت العالم هذا عالم خاص هادئ ما يبقى ضجيج وبعد التوحد يولد مع شخص ما يطلع ما شفتي ما فات العالم كامل الدراسات اللي معدلة العلمية ما زالوا يبقوا يعرفوا سبب التوحد شنو ما فاتوا جبره قالوا وراثة قالوا تلوث بيئي قالوا ممكن مولي من قاع التطعيمات اللي تعطي الأطفال عند ما فات جبره ما فات قد العلم يعني ما فات يصنف سبب التوحد شنو ما عاجز عنه والجمعية الأمريكية للصحة النفسية وهي مرجع في قياس التوحد مرجع في أسر من الأمور تقول إنها ما فات جبر 28% من أسباب التوحد إذا نحن أملنا كبير عن تجبر 80% ويجبر إن شاء الله العلاج المناسب ولا الآلية المناسبة للشفاء. نقطع غض النظر عن الأسباب مدام الأسباب غير معروفة نتعاملين بعد مع الحالة في حالة وجودها وتو إن شاء الله تستمد للشفاء وبناء أنك ما قلت فات اتصل بكم الخارج الحمد لله ما في ذي الحالات الحادة والله زاد متينة من هو التوحد عن مراحل خفيفة شوي نتمنى إن شاء الله احتواء إن شاء الله من الناس يخلعوا دائما من الشارع والله يخلعوا من الناس اللي يخلعوا من الحيوانات تعود عندهم بطل التوحد ما يخاف هو ما عنده قاعمة في البداية ما عنده يخلعك عليها لأنه ما عنده قاعمة ما يخاف خوف قاعمة إحساس بالخطر ما هو عنده العكس الصباش تفهم أنه علينا الحمد لله الحالة عاد لا يتمشي عنه عادي يخلع يبدأ ذوك أنه تشوفه خاف من رواية أفرح لأنه الحمد لله مؤشر الحمد لله لأن المرحلة عاد لأنه عاد الحركي اللي عاطيته بالمكفى شوية يعني بعد ذوك تقدم يتجاوب مع يدخل العالم العادي هو ما عنده ما عنده كي قالوا لك شيء خايف منه ولا عنده خطر حتى انك ما يحس بالبرد النار تشوف واحدها ما قادروا فيه ما قادروا فيه البرد يعود البرد تشين الناس ما هو ما هو متفاعل مع الاحساس ب تكلمتي عن الجو لان يلا تم يسدروا يقعدوا يعرفوا هما قاعد بدارهم لازم يخرجوا على البيت لازم اللي احنا مجتمع الموريتاني خارج عادة هون عندنا مولي الأطفال قاع كاملين سيء فش قال أطفال التوحد اللي هي المربيين والله السكاتة قلنا احنا هذه إنسان جاء ياك يساعدك يقال ما هو المسؤول مسؤولية على الأم ولازم تهاطف اللي قاعد معه تخراص وكيلو وشراب هي لا أنك أنت قاعد خارج على المنزل عندك حد يساعدك فيه يعتنى بهذه الأطفال فترة محددة ولكن يعني ما شفتي هذه يعني اختلط عليهم دور السكاتة عاونت في طفينا احنا لأن والدتي شافت كل حالة رفضت نهائيا شيء قالوا سكات صحيح رفضتها نهائيا قنوات التلفزيون ما يقدر يتقابل معاكم إلا عاد هي والله أنا والله طفل أختي
والله خوته الحمد لله اللي قاسه يعود منه قاعدت انه لا يتفرغ دقيقه واحده مع سكات انها مستحيل. هو اللي قلت لك انه ربي ينام جو عائلي. انا بعد غير عن جو بيت الموريتاني يعني بدي يعود السبلة اطفال توحد من جو البيوت في الخارج بيلي البيت مفتوح ويدخلوه الناس مدخول مازال البيت مفتوح وزوار جايين. احنا مشكله هذا الشباب الصغير اللي كلها عاد امتهم وحده والله ضروره العصر بعد العصر ملي والشغالات هذا ملي الحمد لله احنا والتلفزيون ملي التلفزيون والشاشات هذه راهي الاطباء والاخصائيين ينادوا انها الاطفال العاديين يعني عادي بعد الشغال اللي يعطيك للتوحد على انها خطيره عليه يعطوا به اللي يساعدوا عليه تم عايش عالم مكفول خاص به ويعطوا وقع خالق شيء مثلا قالوا عن خالق قناه من قنوات الاطفال تم دراسه انها مصنفه على هذه الدراسه بالنسبه للتوحد عند الاطفال في العالم العربي. للاسف الشديد يبدو ان الحلقه وصلت لنهايتها وكان عندنا عنصر المفروض عننا قلناه في العناوين يا غير تبارك الله مع الحديث شيق والكونتوار قالوا عنا ما نقطع معكم الحديث معكم الحلقه لاهميه ايضا الموضوع نختاروا نلفتوا انتباه المشاهدين ضروره التكلم عن النوع من الحالات وضروره معرفه الامهات تحملهم المسؤوليه باخبار الاطفال والتفطار اللي هم اللي به اللي هو توحد قلنا عنه تشخيصه صعيب شوي به اللي ما يخرج منه في مرحله الكلام ولا مرحله التواصل الشخص معناها عن النقطه الاخيره اللي قلتي اخبار حديتك للاطفال على حد ذاك ما يتواسى به اللي التشخيص هو اهم جزء مهم حتى مولي ايضا عزل الطفل وحتى انه دايره له دركه والله الى اخره يعني اشياء مضره خط احمر وانا لاني شاهدتها لاني شاهدتها في بليدات ما نبقيت ليت ذاك المشهد بعد اللي شفتي تكرر ان شاء الله باذن الله تعالى. فعلا فعلا نرجع عندي مسلكيات كامله هذا دوركم انتم الاعلام والله الاعلام لازم تركزوا لازم تركزوا الشهر الرابع هو اليوم العالمي للتوحد احنا قاعدين منبركم هذا طال ان شاء الله تعالى بعزه برامج ان شاء الله العالم كامل يعلم والله خصوصا الموريتاني. شكرا الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم نهايه الحلقه موجهين تحيه للامهات علماء امهات العلماء موجهين تحيه لجميع الامهات الموريتانيات ونرجو عن هذا ان شاء الله الحاله عنها تعود الله في حال التناقص ان شاء الله ويتماثل جميع اطفال التوحد للشفاء. لمنية شكر موصول لفاطمة بنت البشير رئيسة جمعية الحياة الأمومة والطفولة وشكر أيضا موصول للالة محمد أمين عميدة الأمهات. شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا الكرام نعود ونلقاكم غدا بحول الله في حلقة جديدة ومواضيع جديدة إلى ذلكم الحين دمتم بأمان الله والسلام عليكم.